العافيه عاشر اليوم ان شاء الله راح نبلش بالاحتمالات قوانين الاحتمالات قوانين الاحتمالات طبعا اليوم راح ناخذ ان شاء الله قوانين الاحتمالات ناخذ بعض المصطلحات اللي اخذناها سابقا هي موجوده عندكم هون الفضاء العيني هو مجموعه جميع النواتج الممكنه لتجربه عشوائيه ويرمز له بالرمز باي الحادث مجموعة جزئية من الفضاء العيني لتجربة عشوائية ويرمز له بالرمز حا هاي الرموز انتو المصطلحات اخدتوها فيما سبق عنا احتمال وقوع الحادث هو احتمال وفرصة وقوع ذلك الحادث ويرمز له بلام الحاء. اذا اوميجا فضاء عيني ح حادث لام الحاء اللي هو احتمال الاحتمال دائما محصور بين الصفر والواحد يعني هو عبارة عن فاصلة عشرية عدد فاصلة عشرية هاي كثير الملاحظة مهمة انه انا الاحتمال بين الصفر والواحد يعني لا هو سالب راح يكون ولا راح يكون اكبر من واحد اذا مجموع الاحتمالات راح تكون تساوي واحد نيجي لانواع الحوادث انواع الحوادث عندي حادث بسيط هو الذي يحتوي على عنصر واحد فقط عنصر واحد بسميه بسيط، أكثر عنصرين أو أكثر مركب، مستحيل يعني لا ولا عنصر، لا يوجد ولا عنصر، والحادث الأكيد هو ظهور جميع عناصر أوميجا، يعني كل العناصر تكون عندي موجودة، الاحتمال كيف بنطلعه؟ بنطلع الاحتمال هو يساوي عدد عناصر الحادث على عدد عناصر الأوميجا. عدد عناصر الحادث على عدد عناصر الأمية الحكي هذا كله خلينا ناخذ مثال ونشوف كيف احنا بنحل انا راح بصراحة راح احل معكم مثال سبعة عشرة وراح يضل عليكم واجب تدريب تمام بحكي لي في تجربة إلقاء قطعة نقد مرتين وتسجيل النواتج الظاهرة ركزوا معي هون شوي طبعا هو طالب مني أمثل بطريقة الشجرة القطعة الأولى رح أسميها قاف واحد القطعة الأولى احتمال إنها تكون إما صورة أو كتاب هاي رمية القطعة الأولى شايفين كيف رمية القطعة الأولى إما صورة أو كتاب القطعة الثانية القطعة الثانية طبعا أنا هون الصورة رح يتفرع منها صورة كتابة هاي للقطعة الثانية احتمالية والكتابة صورة كتاب. إذا الفضاء العيني اللي هو أوميجا يساوي طبعا زوج مرتب عبارة عن زوج مرتب، القطعة الأولى ثم القطعة الثانية. صورة 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 كتابة أو كتابة صورة كتابة كتاب. لازم أكتب جميع الاحتمالات صورة 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 كتابة كتابة صورة كتابة كتاب وبالتالي أنا كتبت عندي عناصر أوميجا احكي لي ما عدد عناصر الفضاء العيني راح أعلمكم طريقة لعدد عناصر الفضاء العيني قطعة النقد عبارة عن جزئين صورة وكتابة ومرتين إذا اثنين تربيع ويساوي أربعة رح يطلع معي أربعة أزواج إذا قطعة النقد بكون فيها شغلتين إما صورة أو كتابة ومرتين يعني اثنين تربيع تمام؟ يساوي أربعة إذا ما عدد عناصر الفضاء العيني هاي تعال نعدهم هاي الزوج الأول تاني الثالث الرابع إذا عدد عناصر الفضاء العيني أربعة ما احتمال ظهور كتابة على الوجه العلوي في كل مرة؟ في كل مرة كتابة. إذن هي تعالوا نشوف مع بعض. صورة صورة ما راح آخذها. هي صورة كتابة هي واحد اثنين ثلاث. الاحتمال الاحتمال هو عدد عناصر الحادث على عدد عناصر أوميجا كامل ويساوي كم مرة ظهرت كاف عندي هون؟ كم زوج؟ ثلاث أزواج على عدد عناصر أوميجا كم؟ أربعة إذا الاحتمال صار عندي ثلاث على أربعة ثلاث بحكي لي بالسؤال ما احتمال ظهور صورة على أحد الوجهين وكتابة على الوجه الآخر إذا صورة كتابة تعالوا نشوف أربعة ثلاثة الاحتمال نشوف كم مرة ظهرت صورة كتابة هاي مرة هاي مرتين هون صورة صورة ما راح أختارها كتابة كتابة ما راح أختارها إذا اثنين على أربعة طبعا لازم أنا أخليها بأبسط صورة تقسيم اثنين تقسيم اثنين راح تكون عندي نص وهاي الفكرة الأولى بالدرس طبعا حل المثال عندكم موجود هون رجاء الكتاب طبعا انتم بتحكوا لي بس شو نلخص شو نلخص بتلخصوا تكتبوا الحوادث وبتحلوا المثال عندكم تدريب سبعة عشرة واجب على نفس النمط واجب على نفس النمط طيب عاشر نيجي تدريب سبعة احداش صندوق يحتوي على عشر بطاقات متماثلة مرقمة من صفر الى تسعة اختيرت كم بطاقة واحدة بطاقة واحدة بشكل عشوائي ما احتمال ظهور الرقم تسعة؟ طيب، ما احتمال ظهور الرقم تسعة؟ أولاً الاحتمال هو عبارة عن عدد عناصر الحادث على عدد عناصر أوميجا، تمام؟ زي ما إحنا متفقين. نيجي هون، طبعاً هو اختيرت بطاقة واحدة، إذا واحد على كم عددهم من صفر إلى تسعة؟ عشرة، هاي نحسبهم؟ صفر، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، إذا عشر أرقام، إذا أنا هون عدد, عدد عناصر أوميجا هم عشرة من صفر إلى تسعة عشرة، اختيرت بطاقة واحدة فقط، بما إنه بطاقة واحدة، إذا واحد على عشرة، إذا هاي ما احتمال ظهور الرقم تسعة، تمام؟ ما احتمال عدم ظهور الرقم تسعة؟ عدم ظهور الرقم تسعة يعني تسعة مش رح يكون ظاهر عندي فكم عدد بضل عندي؟ بضل عندي تسعة على عشرة يعني أنا كإني بحذف الرقم تسعة من مجموعتي من قائمتي فبضل عندي كم رقم لسه موجود لأنه عدم ظهور الرقم تسعة كم رقم لسه موجود لسه عندي الصفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية كم عددهم تسعة إذا أنا بهمني عددهم لأنه أنا عندي الاحتمال هو عدد العناصر الحادث على عدد عناصر أوميجا فعشان هيك عندي تسعة على عشرة طبعا هذا التدريب يعني أنا بختصر في من الكتاب على التدريبات نيجي مع بعض عاشر مثال سبعة إحداش هذا المثال بيعرفني كيف أنا أقدر أوجد عدد العناصر أوميجا عدد عناصر أوميجا بحكي لي ذهب محمد إلى مطعم يقدم ثلاث أنواع من الدجاج مشوي ومقلي ومحشي ونوعين من السلطة واللبن ثلاث أنواع من العصير برتقال ليمون ومانجا المهم طبعا هو بده يعمل وجبة كاملة بحكي لي أكتب عناصر الفضاء العيني قبل ما أكتب عناصر الفضاء العيني ما عدد عناصر الفضاء العيني؟ هذا السؤال جدًا مهم، ما عدد عناصر الفضاء العيني؟ عدد عناصر الفضاء العيني برجع للسؤال، عندي ثلاث أنواع من الدجاج إذن ثلاث ضرب، نوعين من المقبلات اثنين ضرب، ثلاثة من العصير ثلاث، ويساوي إذن عدد عناصر الفضاء العيني تلات تلات تسعة تسعة باثنين تمنتاشر تمنتاشر عنصر او 18 وجبه اذا انا من ثلاث انواع من الدجاج ونوعين من المقبلات وثلاث انواع من العصير ايش بعمل بدور انا كم نوع كم نوع كم نوع بضربهم في بعض بيطلع معي عدد عناصر الفضاء العيني كيف بنطلعهم طبعا احنا بنطلعهم عن طريق الشجره شوفوا عن طريق الشجره المشوي راح ارمز له حرف الاش تمام عندي المقلي راح ارمز له حرف الاق والمحشي راح ارمز له حرف الاح طبعا عندي هون المشوي نيجي هون المقبلات عندي سلطه ولبن سلطه ولبن هاي رمز للسلطه اس واللبن ال هاي سلطه لبن سلطه لبن طبعا هاي المجموعه الاولى للدجاج المجموعه الثانيه اللي هي المقبلات المجموعه الثالثه راح تكون عندي اللي هو العصير عصير برتقال أو ليمون أو مانجا طلعوا برتقال برتقال ليمون مانجا برتقال كل واحدة رح تاخذ ثلاث 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 تعال نعدهم مع بعض واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احداش اثناش ثلاثاش اربعتاش خمستاش ستة سبعتاش إذا تمنتاشر وجبة اكتب الفضاء العيني طلع كيف راح اكتبها شين سين باء شين سين ميم شين سين جيم يعني مشوي سلطة لبن برتقال مشوي سلطة مانجا مشوي سلطة ليمون زي هيك بعدين مشوي لبن برتقال مشوي لبن ليمون مشوي لبن مانجا وهكذا عرفتوا كيف نكتب الفضاء العيني؟ عندكم عليه ان شاء الله اه بعد هيك تعالوا مع بعض نشوف انا ما راح اعطيكم واجب في هذا الاشي لاني انا بدي اشرحه تدريب احسب عدد فضاء العيني في كل من التجارب الاتية القاء قطعة نقد نقدية خمس مرات خمس مرات يعني قطعة النقد فيها وجهين شايفين علي قطعة النقد فيها وجهين كم مرة خمس مرات يعني اثنين أس خمسة، ويساوي اثنين وثلاثين، عدد عناصر فضاء العين اثنين وثلاثين. طيب، إلقاء أربعة أحجار نرد مختلفة. هسا كل حجر نرد فيه كم وجه؟ ستة. إذا، وأربعة هم أربعة إيييييي، أربع أحجار حجر نرد. وكم كل وجه فيه؟ ستة إذا ستة أس أربعة لأني لما أحكي لك حجرين نرد لما كنا نحكي حجرين نرد كانت تحكي ستة تربيع ستة وثلاثين وجه ستة وثلاثين آه آسف ستة وثلاثين تجربة آه عندي ثلاثة راح يكون ستة أس ثلاث أربعة إذا أربع أحجار نرد أربع أحجار نرد يعني عندي أربعة وأربعة وأربعة يعني كل أربعة كل واحد فيه ست أوجه كل حجر نرت في عندي ست أوجه هم أربعة وأربع حجار نرت إذا ست أس أربعة ويساوي طبعا ست أس تلات آه ست أس تلات ميتين وستاش ميتين وستاش راح أضربها في ستة عشان نطلع النتيجة اتناش سبعة اتناش ألف وميتين واثنين وسبعين بحكي لي إلقاء حجرين نرد وثلاث قطع نقد حجرين نرد يعني ستة تربيع وثلاث قطع نقدية يعني اثنين تكعيب شايفين كيف؟ ستة تربيع ستة وثلاثين ضرب اثنين تكعيب تمانية نضربهم في بعض ستة بثمانية تمانية واربعين تمانية بتلات اربعة وعشرين وت... واربعة تمانية وعشرين تمانية وعشرين مثال سبعة اتناش يحتوي صندوق على ثلاث بطاقات مرقمة واحد اثنين ثلاث سحبت من الصندوق بطاقتان على التوالي مع الارجاع ركزوا معي شوي هون عشان نشرح مع الارجاع وبدون ارجاع احكي <applause> صندوق يحتوي على ثلاث بطاقات البطاقة الاولى والبطاقة الثانية والبطاقة الثالثة ما عدد عناصر الفضاء العيني طبعا مع الارجاع ايش يعني مع الارجاع يعني البطاقة الاولى انا سحبتها ورجعتها يعني البطاقة الاولى بتاخد واحد واثنين وثلاث والتاني نفس الاشي واحد اثنين ثلاث والتالتة نفس الاشي واحد اثنين ثلاث هاي بنسميه مع الارجاع مع الارجاع تمام ما عدد الفضاء العيني نعدهم مع بعض ثلاثة وثلاثة وثلاثة راح يصير عندي تسعة طبعا كيف بنطلعها بحسب اللي أنا علمتكم إياه كم عددهم ثلاثة ثلاث بطاقات كم مرة مرتين ثلاثة أس اتنين تسعة إذا عدد البطاقات راح يكون عندي تسعة عدد الإحتمالات راح يكون عندي تسعة هاي شو شو بقول لي ما عدد عناصر الفضاء العيني هو كتب لك إياه على طول مع الإرجاع ركزوا كمان شوي راح أشرح بدون إرجاع ما احتمال أن يكون العددان الظاهران على البطاقتين عددان فرديان فرديان اتنين فردي هاي أوميجا كتب لي إياها هاي فردي هاي واحد اتنين ثلاثة اه. أربعة إذا أربعة على كم عددهم تسعة إذا الاحتمال أربعة على تسعة مطالب مني ما احتمال يكون مجموع العددين أكبر من ثلاث؟ هاي واحد، عندي اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، إذا ستة على تسعة، وببسطها حكينا لازم نبسطها، اثنين على ثلاث. طيب، طلعوا تدريب سبعة، أربعة عشر، تدريب سبعة، أربعة عشر، بحكي لي المثال لكن دون إرجاع. دون ارجع تمام شوفوا كيف راح يكون دون ارجع عند البطاقه واحد واثنين وثلاث تمام دون ارجع يعني انا واحد اخذتها لكن ما راح ارجعها معي راح يكون مع الواحد اثنين وثلاث فقط الاثنين واحد وثلاث الثلاث واحد واثنين اذا دون الارجاع راح يكون كم عددهم ستة مس كيف رح نطلع العدد زي ما انت علمتينا هون ثلاثة تربيع كم بطاقة عندي ثلاث بطاقات كم سحب سحبة منها سحبة منها اثنين بدون ارجاع ثلاثة ضرب اثنين ستة لو حكى لي مثلا عندنا خمس بطاقات ودون ارجاع وسحبت سحبة واحدة خليني اضيف هذا السؤال بحكي لي ما عدد عناصر اكتبوهم عندكم ما عدد عناصر الفضاء العيني واحد خمس بطاقات سحبة منها بطاقة واحدة شايف كيف وعندي خمس بطاقات سحبة بطاقتين تمام بدون ارجع خمس بطاقات سحب منها بطاقة واحدة إذا خمسة انتهت ويساوي خمسة إذا عدد عناصر خمسة مين هم واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة خلص ما في تكرار ما في عندي كمان واحدة لأنه بطاقة واحدة أما لما يحكي لي بطاقتين واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة شايفين طلع عليه هون هون راح يكون عندي خمسة الواحد راح تاخذ معها أربعة اثنين ثلاثة أربعة خمسة والاثنين أربعة والثلاثة أربعة والأربعة أربعة والخمسة أربعة لأنه نحن بنحكي دون إرجع فكم راح يكونوا؟ طلع كم راح يكونوا عندي هون؟ أربعة وأربعة 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 هي ثمانية يعني أربعة خمسة يساوي عشرين طب أنا كيف ليش أنا م... ليش أغلب حالي؟ بحكي لي خمس بطاقات نسحب منهم أربعة كم؟ عشرين إذا عشرين احتمال عشرين احتمال شفتوا كيف؟ هذا على تدريب سبعة أربعة عشر إحنا حلينا هذا الإشي نجي لقوانين الاحتمالات إحنا لحد الآن ما أخذنا ولا قانون الاحتمالات ركزوا معي شوي طبعا إحنا حكينا الاحتمالات من صفر إلى واحد إذا مجموع الاحتمالات راح تكون عندي واحد احتمال الأوميجا راح يكون عندي واحد بقول إذا كان ح واحد ح حادثين في أوميجا فإن احتمال الاتحاد الاتحاد هو عبارة عن احتمال الأول زائد احتمال الثاني ناقص احتمال تقاطعهما شايفين كيف هيا هاي قوانين حفظ يا عاشر احتمال الاتحاد هو احتمال الأول زائد احتمال الثاني ناقص التقاطع احتمال ناقص هو الأول ناقص التقاطع ناقص هون دائما الأول اللي بيجي بالأول ناقص التقاطع طبعا التقاطع وقوع الحادثين معا اتحاد على الأقل أو كلمة أو حادث الأول أو الحادث الثاني على الأقل الناقص هو وقوع الأول وعدم وقوع الثاني وقوع الأول وعدم وقوع الثاني طيب أنا راح أشرح لكم مثال سبعة تلتاش وعليكم تدريب سبعة خمستاش واجب في تجربة إلقاء حجر نرد مختلفين حجري يعني اثنين يعني آه يعني بدي يكون عندي الأوميجا من واحد إلى ستة كل واحد ماخذ ما من واحد إلى ستة طبعا أنا هون راح أعتبرها آه مع الإرجاع ما بعتبر دون إرجاع إلا لما يذكر لي بالسؤال إنه دون إرجاع تمام؟ حوى حد ظهور عددين زوجيين متساويين مين هم؟ اثنين واثنين واربعة واربعة وستة وستة كم عددهم؟ ثلاثة عدد عناصر الحادث على عدد عناصر الأوميجا صح؟ طيب ظهور عددين مجموعهما أكبر من أو يساوي ثمانية مين هم؟ اثنين وستة ثلاثة وخمسة ثلاثة وستة أربعة وأربعة أربعة وخمسة أربعة وستة خمسة وثلاث، خمسة وأربعة، خمسة وخمسة، خمسة وستة بصيروا 11، ستة واثنين، ستة وثلاث، ستة وأربعة، وستة وخمسة، وستة وعشرة. تمام؟ نيجي هون مع بعض، أنا طبعًا هي هو كاتب لي هون، هي كاتبهم. هي الحادث الأول والحادث الثاني. التقاطع الإشي المشترك بينهم التنتين. مين هم؟ أربعة وأربعة موجود في الحادث الأول والحادث الثاني، وستة وستة موجود في الحادث الأول. وموجود في الحادث الثاني إذا التقاطع هو المشترك المشترك العناصر المشتركة التقاطع أربعة وأربعة وستة وستة تمام نجي هون إذا احتمال أول إشي لازم نطلع احتمال كل واحدة عندي احتمال الحادث الأول راح يكون يساوي ثلاث على ستة وثلاثين قسم على ثلاث ويساوي واحد على 12 إذا الاحتمال الأول راح يكون واحد على 12 نجي للاحتمال الثاني احت... طبعا لازم اطلع الاحتمالات لأني أنا أصلا المطلوب مني احتمالات نعدهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 11 12 13 14 إذا 15 على 36 طبعا هون 15 على 36 ما بتتبسط طالب مني طلع بالسؤال احسب ح ناقص واحد طبعا انا بكون حافظ القانون هو عباره عن احتمال الثاني ناقص التقاطع واحد تقاطع الثاني احتمال الثاني ناقص التقاطع انا احتمال الثاني طلعته اللي هو مين خمستاش على ستة وثلاثين اه ضلعين احتمال التقاطع نسينا نطلعه احتمال التقاطع رح يكون عندي تقاطع اثنين اثنين على ستة وثلاثين ويساوي واحد على اه عندي هون اثنين على ستة وثلاثين طبعا 1 اه واحد ستاش عشر واحد على 18 أو على ستة وثلاثين طبعا هنا اه بالكتاب مفضل انه ما ان... ما نبسط لانه عندي ستة وثلاثين فانا راح استخدم 2 على 36 و 3 على 36 تمام اذا هون ناقص مين 2 على 36 ويساوي 13 على 36 13 على 36 هذا الاول اما الثاني بيقول لي اتحاد اذا الاول زائد الثاني ناقص التقاطع الاول زائد الثاني ناقص ثقافته طبعا هاي حليلك يا هون 3 على 36 15 36 2 على 36 وطلع معي الناتج عندكم واجب تدريب 7 15